بداية أود أن أبدأ من عنوان هذا الاستطلاع هذا العام، بداية حقبة جديدة. لماذا اختيار هذا العنوان؟ وهل يعني أن العقد الماضي كان حقبة والآن الشباب العربي مقدم على حقبة جديدة؟ صباح الخير وشكرا للإستضافة. طبعا تماما، عندما ننظر إلى الشباب العربي الذي تم استطلاع رأيه في هذه المرحلة في سنة 2022 التي أعمارهم ما بين 18 إلى 24 سنة، ونعود بالزمن إلى 2008 مع بداية الأحداث التي شهدتها المنطقة من بداية من الأزمة المالية العالمية وما يعرف بالربيع العربي وداعش وغيره من الأحداث والتي كان آخرها COVID-19. إذن الشباب العربي الذي تم استطلاعه وعاش مرحلة استثنائية في تاريخ المنطقة، وبالتالي بعد الخروج والتعافي إن شاء الله من كورونا هم ينظرون لبداية مرحلة جديدة. عاشوا كثير من التوترات، عاشوا كثير من القلق وكثير من المخاوف، ولكنهم كما هو طبع الشباب العربي ينظرون بتفاؤل، تفاؤل كبير وأعلى نسبة تفاؤل كما ذكرتي منذ قليل للمرحلة القادمة، وعندهم الكثير من المطالب لتحقيقها. فعلا يعني كان لافت هذا العام أنه مستوى التفاؤل كان الأعلى خلال السنوات الثلاث الماضية، رغم أنهم يعتقدون أيضا أن بلدانهم ربما لا تسير على الطريق الاقتصادي الصحيح، تحديدا في دول شرق المتوسط وشمال أفريقيا. ارتفاع تكاليف المعيشة اليوم والبطالة، يعني ربما العالم كله يواجه مثل هذه التحديات، ولكنها لازالت تهيمن على مخاوف الشباب العربي، باستثناء يعني حتى خلال السنوات الماضية باستثناء عامي 2016 و2017. ما الذي يعكسه ذلك برأيك؟ طبعا الشباب، هناك انتقال بنتيجة الأحداث اللي ذكرتها، وكذلك التفاوت الكبير في متطلبات سوق العمل، وكذلك ذكروا من بين الأشياء اللي للشباب يبدي قلقا هو مستوى التعليم والحصول على تعليم مناسب لنوعية الأعمال التي سيقومون فيها أو الوظائف التي سيقومون فيها في المستقبل. لا ننسى أن الشريحة العمرية هنا من 18 إلى 24، في ظل هذه الشريحة نجد أن الشباب يحددون توجهاتهم نحو الدراسة وغيره، وهذه المعطيات ما يتعلق بوظائف العمل أصبحت أكثر تحدياً وأكثر تخصصاً، ومن هنا يبدي الشباب قلقاً حول توجهات حكوماتهم في السياسات التي تدعم نموهم، توفر لهم فرص عمل أكبر وتعليم أفضل يساعدهم لتحقيق مستقبلهم. اللافت هنا أن الشباب أيضاً، ومن هذه النتائج التي كانت نوعاً ما مفاجئة، لأن أن الشباب لم يعد يفكر في العمل الحكومي أو حتى العمل الخاص حصراً، فهناك تراجع في نسبة رغبة الشباب في العمل الحكومي والعمل الخاص، وكان هناك توجه واضح بزيادة 10% عن السنوات السابقة لا بدء عملهم الشخصي وفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء على المستوى الشخصي أو العائلي. فإذن هناك تغيير مثل ما ذكرنا في الموضوع الأساسي، هي حقبة جديدة من التفكير، حقبة جديدة من نظرة الشباب. فعلا، ولعل ربما أزمة كورونا الأخيرة ساهمت في هذا الموضوع، بما أننا نرى أكثر يعني من مضاعفة هذه النسبة بالمقارنة بين عام 2016 وعامنا الحالي فيما يتعلق بالعمل المستقل عند الشباب تحديدا. هذه النزعات نراها خلال السنوات الأخيرة، ولكن فكرة الهجرة لازالت تهيمن على عقول الشباب العربي أيضا في دول شرق المتوسط وشمال أفريقيا أكثر من غيرها. كيف تنظرون إلى ذلك وما الذي يعكسه أيضا؟ باختصار، الشباب العربي ينظر إلى الفرص، وتوجهات الشباب العربي عندما ننظر إلى الاستطلاع، ونقول أن الاستطلاع في نسخته الرابعة عشرة في 2008، في البدايات في 2010 و2012 كانت توجهاتهم نحو مطالب أخرى، بعض منها يتعلق بالديمقراطية وغيره، ولكن مطالب الشباب العربي توجهت للأشياء الرئيسية من فرص العمل وغيره، وعندما لا يجد هذا الشباب هذه الفرص في بلده من الطبيعي أنهم ينظرون إلى الهجرة لبلدان أخرى. ولكن إذا نظرنا بشكل واضح لهذه العينة، مثل ما ذكرتي أنهم ليست عينة واحدة
دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا تختلف عن دول شرق المتوسط، ودول شرق المتوسط الذي يعاني معظمها من توترات، ويعاني معظمها من أزمة بطالة عالية، نجد أن الشباب وزيادة نسبة الشباب بنسبة 45% من يفكرون جديا بالهجرة أمر طبيعي، لأن الشباب يبحث عن الفرص وبناء مستقبله وبناء وظيفة ذات مردود عالي تعود عليه وتغير مستقبله. فعلا هذا هو الهاجز الأكبر لديهم، والإصلاح هو كان من أكبر أو أهم المطالب التي دعوا إليها. سننهي على أي حال بالتفاؤل، هذا ما عبر عنه الشباب العربي وهذا ما يميزه، التفاؤل خلال السنوات المقبلة بمستقبل أفضل. شكرا جزيلا لك على أي حال من دبي، النائب الأول لرئيس الشؤون الحكومية والعامة في شركة أصداء BCW نضال الأسعد.